عربية الأصيلة في انطلاقة هذا الموسم 2016-2017 للميلاد. هنا تنطلق في هذا اليوم أشواط سن الحقايق في السادس من شهر أكتوبر لعام 2016 الميلاد، ضمن انطلاقة أول أيام أيضا انطلاقة أول أيام أبناء القبائل. على بركة الله وتوفيق مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق الشوط المفتوح، الشوط الرئيسي الخاص أيضا بالإبكار الحقايق، درع المقدم أيضا من هجن الرياسة وأيضا تسعيرة هجن الرياسة الثانية بالفعل. سيارة نيسان بترول استيشن بالانتظار للفائز بالمركز الأول. على بركة الله وتوفيقه نسير مشاهدين الأعزاء، ننطلق في عاصمة المحبة والسلام، نسير إلى المركز الأول عبر قناة ياس الرياضية، نتعرف ونتجول مباشرة مع المركز الأول. هنا من تأتي بالصدارة، هذه الشامية سلطان بن يعقوب السعيدي، ولكن التغيير يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه الظبي لرغش بن طباز بن الدودة العامري، الوصول التحدي، همس وصلت، همس تدخلت لحسن بن عايض بن محمد بن حسن الأحبابي، الوصول أيضا والدخول، الله الله الله، هذه محنة عبد الله بن صالح بن حبتور العامري وصل. إلى أين هذا الدرع الغالي؟ تسعيرة هجن الرياسة الثانية بالفعل، الله 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 الله، أول انطلاقات هذا الموسم، الثلاثة كيلومترات، وصلت الأسماء، وصل بالراية، بدأ يسير الجذابة، وصلت الجذابة لياتي هنا مشاهدين الاعزاء حمد بن راشد بن سعيد البريصي المري، ينضم مع بن حبتور والقادمه في هذه اللحظات المنطلقه هنا الهائله لاحمد بن حمدان بن حمد بن خالص، وصل بن خالص، الله الله، 1200 1200، الدرع الدرع، السياره الفاخره، تسعيره هجن الرياسه الثانيه، الى اين سوف تتجه؟ بالرايه يا بالرايه، يقدم الجذابه، ينطلق مع الجذابة على المركز الأول على الصدارة الأولى، حمد بن راشد بن سعيد البريص المري، الكيلومتر الأخير، كيلو الصراع، كيلو الامتحان، يلا يا بن حبتور، يلا يا عبد الله يا بن صالح، ابن حبتور العامري، ولكن الاسم القادم رياسة، حمد بن بطشان بن صالح اليامي وصل، والدخول من وصايف، خالد بن تركي بن صيب، أيضا الدوسري، الله 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 الله، درع درع بالفعل، الدرع الغالي، السيارة الفاخرة، الشوط المفتوح، بالراية يا بالراية، الجذابة صاحبة الإنجازات القوية، صاحبة الانطلاقات المثيرة، تأتي هنا على الصدارة على المركز الأول، الله الله، أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية، يا سلام يا سلام، هذه هي الجذابة، الجذابة على الصدارة، الجذابة، حمد بن راشد سعيد بالراية المري، ولكن محاولات وانطلاقتي ايضا محن عبد الله بن صالح العامري، ولكن بالرايه بالرايه محن بالرايه، يقدم انطلاقه الجذابه الجذابه الجذابه، حمد بن راشد بن سعيد بالرايه المري 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 يفوز، سلام الى الاشقاء بالمملكه العربيه السعوديه على هذا الفوز والانتصار، الدرع الاول يذهب مع بالرايه، يفوز بالرايه مع الجذابه، تهانينا الناموس على هذا الفوز والانتصار، حمد بن راشد بن سعيد البريص المري المركز الثاني، وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء اللي محنا عبد الله بن صالح بن حمدور العامري المركز الثالث رياسه بالفعل، مع ايضا حمد بطشان بن صالح اليامي المركز الرابع، وصول كان من سلام راشد بن ناصر بن راشد موصول المركز الرابع او الخامس، دخول من الشاهينيه مطر بن مساعد بن خالد المنصوري، هكذا مشاهدينا الاعزاء، إذن بالراية يفوز بهذا الانطلاق،
براية أيضا يقدم الجذابة بالفعل، هي من تجذب الأنظار. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن سعيد البريصي المري على هذا الفوز والانتصار. لله درك يا البريصي على هذا الأداء. التوقيت الزمني ما شاء الله 4:18 وثلاثي أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. الدرع هنا المقدم والسيارة الفاخرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 4:20 7 أجزاء من الثانية. هذه هي محنة عبد الله بن صالح من حبتور العامري بالفعل، من قدم محنة في امتحان قوي لتأتي بالمثلث الذهبي وتتوج أيضا بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت ب4:24 جزءا واحدا من الثانية. هي من كانت هناك مشاهدين الأعزاء، اللي هي بالفعل من وصلت المركز الثالث كانت رياسة المملوكة لحمد بطشان بصالح. اليامي تهانينا والناموس. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي قناة ياس الرياضية، هنا أيضا الأداء الكبير، الجذابة جذبت الأنظار بالفعل. حمد بن راشد بن سعيد البريصي المري من